حتى لك كانت درتي الدبلوم تاعك فضل ما سوف تخرج قوانين بس ما خرجتش كملتي الدبلوم تاعك درتي راس التونس رحت تبقى السنة حتى تجيب البيت ايماجين وصلتي انت درتي راس التونس تاعك وكنتي تا ا باش تبني بات تجيب عند العامين باش تقرا توصل بيدك وموش بيدك تروح تجيب كيما مضطرين تعد بوليكاست مع الناس اللي يجيو وراك بالتالي نصيحة اللي نوجه لها حاول تقرا الانجليزية حتى وحدك عندكم لو مينيموم باش ان شاء الله التيست بروشان لو تيست بروشان تكونوا قدمتو وكي ديروا انتم حنايا مهنيين شوف انتم كي راح تتعلموها تعلموها الانجليزيه يعني تقدروا بالدرجه هذه يعني قوه ولا احد ولكن من الافضل ان تتعلموها على بكره علاه علاه راح تتعلموها على بكره لانكم راح تكون عندكم امكانيه انك اذا تعلمتوها على على في اقرب الاجال انكم راح تديروا ل نقول لا مش الصوت راح نديروا المقالات باللغة الإنجليزية. أنا راني عندي أمل كبير أنكم أنتم راكم في واحد على راكم عندي واحد 107 على مستوى الجامعة. نتمنى في 107 هذه يكون عندي على الأقل 107 مقال علمي باللغة الإنجليزية مصنف في سكوبيوس. راكم الأمل تاع الجامعة، راكم الأمل تاع الأساتذة وتكونوا أنتم الدفعة. صدر أنتم اللي تكونوا دفعة. تولي تولي عادة مثلا هو الأستاذ مثلا عنده طالب. ولا أستاذة عندها طالبة بدا جيتي طالبة الأولى خدمتي أنت أول مقال تاعك باللغة الإنجليزية في سكوبيوس تولي عادة حميدة في المخدر تاع الأستاذة عادة حميدة اللي يجي وراك راح يتبع في العادة تاعك راح تسن سنة حميدة حاول أنك تعرف الشيء الأساسي النشر وريني معول إن شاء الله بإذن الله إذا كان عندنا شوية وقت نزيدو نتلاقوا في جلسة أخرى جلسة ودية مع بعضنا ندير مداخلة على كيف لواحد من العلوم الإنسانية كيفيات نشر مجلات في سكوبيوس مخصصة خصيصا لطلبة الدومين الجرون دومين الإنسانية الذي يضم العلوم الإنسانية الاقتصاد واللغات والحقوق وإستيقاظ بإذن الله يعني إذا بقينا حيين عما قريب نفرغ شوية بركة شوية أشغال بركة على مستوى الجامعة على المستوى الوطني ندير لكم مداخلة تشوفوا بها خطوة بخطوة من خلالها تلقاو واحد اللي عملية نشر في مداخلات في مجلات عن طريق سكوبيوس ليست بتلك هي الصح شكون هو اللي كان شكون يبيدو هنا؟ كاينة وحدة في الإيكونومي تبيدو كاينة وحدة في الإيكونومي بيدو أنتم بيدو اقتصاد اقتصاد كوميونيكاسيون بيدو الله يبارك الله يبارك وقتها جبتي في الكاس الآخر أكثر من 50% 70 تسمى كيف قالت أنت الأخت درك هذه واش تقول الأخت رجاء الأخت رجاء من الكوميونيكاسيون درك هذه تقول سي ان باس تونير سا تيست تي ديبلوم تاعها بيدو والخطرة جاية ما تقراش أنت سي بون ركزي مع الأمور تاعك أنت نستنى منك بإذن الله بيبليكاسيون في الأرض سكوبيوس شكون هو شكون هو تاعها المؤطر شكون المؤطر تاعها؟ هاي خلاص هاي أستاذ الربحية هنا أستاذ الربحية حاسبينها ب عندك خامة طيبة ها؟ حتى انتم ما بيدو؟ انت تاني؟ لا بيدو سبعة كاين تسعة بيدو شكون اللي بيدو؟ انت تاني بيدو؟ الله يبارك سي مهنة ارتيكل في القاع استاذ فهمت ولا لا؟ هذوما جماعة مهني وراجع كاين مشروع في الايكونومي تاني ناشطه اي مجال شغل في اسرع كاين واحده في الايكونومي تاني بيدو دونك استاذه عندك خامه طيبه باذن الله كملوا فيها نسحقوا واحده في الـ في الا شكون البي ا هنا يا سيدي تري بيان جبتو في الترم 50% يا اخي تري بيان انتم مازال تبي بيدو المره الجايه تجي تقرا مره واحده وتقولوا بيدو هو تقني تقني انسان يقول بيدو عنده الإمكانية أنك تويتي. تسمى ديجا حنا مشكل كبير اليوم مشكل اللغة. وعندنا مشكل تاع لاكاليتي وعندكم مشكل وعندكم حاجة أفونتاج كبير هي أصالة البحوث اللي هي وطنية. يعني تحدي بإذن الله على بالكم أنت كاين مجلة أنتم وين مش قاعدين أنتم وين تنشر؟ تنشر في الصين. قلت لها كاينة مجلة في الصين الجزائر. لا في الصين. ما
واش احسن منه؟ كاين 137 نجم خاصني اكثر من 50 كاين 137 نجم على بالك انت كاين باحث في العلوم الانسانيه في الجزائر هذاك كاين باحث في العلوم الانسانيه في الجزائر كاين ما لا يقل عن 70000 باحث بين الاستاذ والدكتوره 70 حتى 80000 باحث يعني بين استاذ ودكتور بحسبه بسيطه 80000 باحث هذا نفرض مثلا باللي انه كل باحث فيهم كل باحث فيهم يدير بحث على في كل سنه معناها لازم عندنا 80000 باحث في السنه قسمها ب 80000 على جل على على قسم 80000 تاع 137 مستحيل تقدر تكفي المجال اللي تخرج اذا تخرج مقال في العام اذا تخرج 13 عدد في العام اكبر المجال اغلب المجالات بي موسو يعني تخرج واحده في الشهرين نقولوا خرجوا في الشهر واحده نقولوا تخرج سته في العام قداه المقال في الوحده في حالي كاين عدد واحد نقولوا كاين اربع اعداد ما عليهش قداه في كل عدد قداه المقال في كل عدد قداه المقال نقولوا 50 مقال 50 في الأربعة قداه ولاو يعني كل مجال تخرج 200 عدد في 137 عندك 27000 يعني لا كاباسيتي دو بوبليكاسيون اون الجيري في السيونس هيومان هي 127 هي 27000 وقلت لك كاين بحث 40000 هذو كمان راح هذا هو السبب الاساسي لكن شفتوا بلي هم الاساتذه لهنا هاك شفتوا الاساتذه لهنا أنا يحلو لي كيما بالفاضي ما عندكش فكره شوف انا قاعد نتكلم في قاعد نتكلم في معلومات جد قيمه راني نسمع الاساتذه ولكن في فرصه انني حبيت نتلاقى بك بعد مده ما ولاتش الفرصه ولكن معلومات جد قيمه ها 27000 يا جماعه 27000 هو كان 80000 واحد يقدر يدير بحث والساشور اللي كان ديجور يديروا بحث اكثر من بحثين هذا هو السبب الاساسي للتاخر هذا اذا فرضنا جدلا يعني انه كل الملف يعني هداهم الله كل القائمين على المجلات هذه راهم يعني يخدموا بضمير هذا الحساب اذا فرضنا جدلا بلي يخدموا بضمير معناها انت كلمة تبعث مقال راه راح يدير لاشان زيد عندنا عجز يا جماعه عندنا عجز 50000 مقال كل سنه والسنه اللي فايته يعني مش معناها هذه معناها انت المقال راك راح تحطه انت في المجال السي في الجزائر راه يعاني كونتريرمون هل تعلمون قد كاين مجله في قد كاين مجله في الصنف في سكوبيوس الالف كاينه واحده استاذه سيدتي الكريمه كاين ما لا يقل على 6000 مجله في العلوم الانسانيه في كل شيء ما لا يقل عن 6000 مجله في الار ماشي في سكوبيس في الار لان في سكوبيس اللي طلعت لي 21000 واغلب المجلات يا جماعه راهو عندي دوك يوم اللي عندك في الانترنت ولا لا؟ لا عندك لا عندك باش ندير ولا لا؟ نعتني بالمجلات تشوفوا بعينيكم شوفوا عدد المجلات تاع اللغه اللي هو تقدروا ديروا اذا يا جماعه شحال نقول اذا واحد حط مقال تاعو ودار الكوراج وكتب باللغه الانجليزيه ووضعه في مجله عالميه اذا بليس دو شونس انه يعدي عليك كل في مجله وطنيه لازم يكون جوده احنا في تركيا جوده لازم تكون جوده احنا طبعا هذه في تركيا لا ماشي شرط مفهوم على ولكن علاش انا نعرف راتبني تاعها انا نعرف ناس حطوا في السي عامين كويس حطوا في البي عندي شهر حطوا في السي نفس وضع لا يفرق عامين ما كاينش منها هذه تاع لازم تكون عندها سي قبل من السي سمعه علميه هذاك نفس المقال قبل ما يخرج في السي
نفسه حطوه في البيت حطوه. انا جيت هنا انا جيت هنا باش نحيك هذه كيف نقولوا الخلفيه وهذه الافكار الغريبه. انه مثلا اولا شفت اولا احكام مسبقه خاطئه تماما خاطئه تماما. الخطا الاول انه عدد المجالات في الأ وفي البي بالنسبه للعلوم الانسانيه انه عدد ضعيف خطا. عدد المجالات اللي راهي في الأ ولا في السكوبيوز اللي هي العلوم الانسانيه اكبر من عدد المجالات اللي في الأ ولا راهي في البي في العلوم التكنولوجيه. رحت رقم اثنين عمليه انه لازم تكون عندك انت التوب دي توب مستوى عالي يعطيك الصحه مستوى عالي كبير. خاطئه تماما خاطئة تماما. لأنه ما تنساوش بلي قاعدين تخدموا في خدمة جيدة وما تنساوش عندك حاجة أخرى الأصالة. أنت مثلا أنا لما ندير أنا في العلوم التكنولوجية نروح ندير بحث مثلا على مثلا بحث على مثلا كيما نقولوا في الدومين تاعي أنا على لي نانو ماتريو على العلوم على المواد الدقيقة لإنتاج الطاقات المتجددة. أنا راني راح نتنافس الامر هذا مع لي جابوني مع لي شينوا مع لي زاميريكان صعب. لكن بصح انت كيما دير بحث مثلا هنا في علم الاجتماع على الوضعيه الاجتماعيه للمراه المطلقه في منطقه كان حاجه اصيله ولا لا؟ انا درت مثلا في جو سي با في المنظومه الاقتصاديه المصرفيه في الجزائر شكون حينافس؟ كل راح ينافس. دونك يا جماعه راكم عندكم امور كبيره كل ما يلزم هي توحيد توحيد هي توجيه الجهود تاعكم انك تدير وحده في سكوبيس. يا جماعه صدقوني صدقوني ثم تبع لها في القرايه كيفاش باش تخدم. كنت تروح غدوه تخدم انت وتجيب وحده في سكوبيز وحده فقط وتروح في وتروح تدير فيها وتروح في التوظيف راك عديتي كثير من الناس اللي معاك. كان يفعل كيف؟ كنا
الكلمة الأخيرة في هذا الخلاف. نحكي على غير المجاراة، غير المجاراة جماعة. حاولوا أنك من أنتم راكم عندكم ما كانش يحق لكم تروح، لأن الشيخ اللي فوق لكم تروح. إذا أي واحد فيكم، هاني هنا مع النواب مع السيدة نائبة العامين، وهم السيدة نائبة العام الأخرى، ولا ماذا؟ شوف يجي فيك من سالك استقبال، وما يروحش يجيني أنا. هاو الدين ما كتعرفوش. بس أو شيء مشي اسمع يجيب لي رسالة استقبال من دولة أنجلو ساكسونية وما يروحش يجي. لا أنا نفرض إذا كان ماشي إذا كان ما راحش يجي. هذا فوش على بالي بس ليش؟ اسمع بس هي أصل الأشياء سليم. الأصل الأساسي هو كذا اللي يجي. ولكن ما ليش يكون كذا ما عندش علاقة هو كذا. أنت تلعب وتدخل العالم هذا. شوف إنسان يتكلم عن الأرض كتير وتكتب له إيميل محترم حط ريت حط اكتب له إيميل محترم بس حط لي تعلم تعلم أخطر تيعك وتحط المؤخر تيعك وسيسي يكتب واحد أخلاقيات مين اللي تكون عندنا إيش إحنا وش عندنا على خلنا نقول أخلاقيات مين صدق هاي عندي مثلاً الأخلاقيات ما هي من الآن أراك تدي يقول له أستاذ مؤخر تيعك أنا جيت واحد أستاذ في واحد مخبر في أمريكا ولا في كندا ولا في إنجلترا ولا في إيرلندا ولا في ماليزيا تكون فرصة مثلاً راني حابب نتصل به يكتبوا مع بعضك الايميل اكتبوا مع بعضك المشكايل حطوا موصيصي كلها ودهوت مش تروح تخدم وحدك عيب وعار ثم احنا رانا مجتمع علمي المجتمع العلمي هذا عنده واحد الايرارشي الايرارشي مش مبنية على الطبقية مش مبنية على الطبقية الاخلاقية فهمت كي نقول لك انا تقدرش يعني اخلاقيا بقدر ازمة اخلاقيا ما تقدرش تبعت من داخلها بدل ما تهضر مع المجتمع تاعك ما تقدرش تبعت وقائد وهذا المسلسل ما تقدرش تتواصل مع باحث اخر تحكي على الموضوع البحث تاعك مع استاذ اخر بدون معرفه الاستاذ المشرف ولكن هذا لا يمنع انك تقوم احكي مع الاستاذ تاعك كله هاو داو مش يقول لك لا 90% يقول لك مش لا شوف واش ما انا حكيت لا ليست تاع سكوت بيس ادخلوا ادخلوا شو اسمه السيت تاع النيابه المديريه السيت تاع تعليمات النيابه المديريه اللي بعت علمي تلقاو لي ريفي انا حتى حبيت ديرها ما قدرتش هاني هنا اسمع شوف في سكوت بيس اسمع كي كاين جرا في سكوت بيس موش في البيع كاين 25,986 درك نجيك كي كاين ميكرو ولا ما كانش كاين أنا راح أدير معك تجربة يعني تجربة بسيطة الآن فورا شوف باحثين مش كتابين
البحث اللي هي كيفاه دير ذات انتم ما كنتوش كنستغلوا فيكم هاو طاي تاع سكوبيس يا جماعه شوفوا لاحظوا معايا هنا هاي لا 125000 شوفوا الرقم تاعها 25986 يعني 26000 مجله في سكوبيس واحد فيك عشان يبغى مات واحد فيك ها سوسيولوجي دو لا سونتي درك ندير انا كونتور مثلا سوسيولوجي ها شوف يا لوك عندك سوسيولوجي تب سوسيولوجي بركة اسمعي مليح في قاعدة واحدة اللي هي تاع سكوبيز 145 مجلة 145 مجلة في سكوبيز في الجزائر كاينه 137 مجلة بالك منهم واحد 10 اللي يديروا في هاكي عندك نبدا أكتا سوسيولوجيكا زيد American Journal of Cultural Sociology American Journal of Economic and Sociology American Journal of Sociology American Sociology Review وهذا ما كل أرشيف أوروبية دو سوسيولوجي هذا أرشيف أوروبية دو سوسيولوجي في سكوبيس وبالفرنسية يعني الأسفل زين Asian Journal of Social Science هذا مدين ميدان واحد يا جماعة شكون كان قاعد يقول لي مكان شكون شكون قاعد يقول لي قلت لي واحدة ها ها أجوز زين آخر مثال زيدوا مثال واحد أخر هذا لا سؤال هذا سؤال هذا سكوبيو صار في البيت نروح حس نروح نيكو عادي نطلع عليهم وهذا هو مش معناها ممكن يكون أكثر يعني كتب كتب سوسيولوجية ساينس و جينيرال و يوم ساينس و العالم يدخلوا فيهم يعني على جميع المصدقين شو هذا اسم فيها اسم فيها كلمة سوسيولوجي ممكن ما يدخل مكاش بس يدخل سوسيولوجي ويدير بسوسيولوجي نروح لك بحاجة خلاف تيس امبورتون نروح لهذوما تاع الاج حاجة نيفو عالي ولا لا تاع نيفو عالي يقولوا بلي ما كانش الاخت نديو نفس المثال هذوما الا والبي هذوما كلهم الخارج حط فيلوسوفيا وهذا حط فيلوسوفيا معمر فيلوسوفيا كاين دي مجانيه وكاين بطرهم الاغلبيه مجانيه الاغلبيه الساحقه مجانيه مقبوله انا لا فهمت هنا بدرجه زعما لا اسمعي لا استنى استنى فهمت واحد الحاجه كيفاش نقولها كي ما تكونش اسمع لازم الريفيو ما تكونش الريفيو تكونش بريداتريس وليديتور ما يكونش بريداتور ما يهمناش ترى ام كاين واحد بلاش بريداتور فهمت او مش معناها في الاول مقبول هكا تحوسوا في الارض تحوسوا على الجمار تحوسوا على الجمار تروحوا تفيريفيو اسم الجمار هذا لازم يكونش في قناه تاع البريداتور وزيدوا تحوسوا على الليديتور لازم حتى الديكتور ما يكونش بريداتور دونك شوفوا يا جماعه هاني هنا راني في لي جروب مستوى عالي جدا في المستوى عالي جدا عندك 13772 جورنال ها نروحوا نشوفوا تاع وين تاع السوسيولوجي انت اللي كنت السوسيولوجي شوف على الوقت اللي ضيعت معاك صح تجي واحد في الارض وما كانش في ما عجبكش توصي ها كاين 71 جورنال في السوسيولوجي في الأ في الأ أكتا سوسيولوجي كيف كيف فشوز مع كل من هو في الأ أو في البيت أوتوماتيكمون أمريكان جورنال أوف كالتر سوسيولوجي أمريكان جورنال أوف إيكونوميك أند سوسيولوجي إكسترا أمريكان جورنال أوف سوسيولوجي هاك شوف هي لا والله شوف يعني ما عنديش وقت ما لاحظتوش واحد الحاجه ولا لا ما لاحظتش في المثال البسيط ما لاحظتوش واحد الحاجه في البعيدين ولا لا ما لاحظتوش واحد الحاجه ولا لا امريكان 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 اهتمام بسيطه تقول بيا ولا لا شيء بابا حتى واحد الفكره تقول امريكا واوروبا تهتم بالعلوم التقنيه وغاطين
الشركة الأوروبية يهتموا بالعلوم الإنسانية، لأن خدموا الإنسان، الإنسان يخدم التقنية. لا معنى، فهمت ولا لا؟ هذيك هي فكرة بسيطة، بصح شفتي، كاش ما لاحظت لاحظت لك أمريكا وأمريكا، وهذوما كل دي بونجور، وهذوما عندنا شكون يعرف شكون قاعدين نشفيهم ولا لا؟ أو ماهوش نشفيهم جميعا، حكاية فارغة تاع أنه حكاية فارغة كما كان يعرف الدول العالم الثالث في الجزائر، تاع أنه جامعات دير جورنال كما تاع هذا. نو، اللي يدير جورنال هي سوسيتي سافون. سوسيولوج تاع الامريكان يديروا سوسيولوج يديروا واحد ثاني سنا واحد 90 سنا واحد رياضه في الموبايل واحد عام كبير ويجمعوا بعضهم يديروا لاسوسياسيون دي سوسيولوج لاسوسياسيون دي سوسيولوج هذيك الدوله ما تخدمش عليها كيقولوا كلمه كلمه الوزاره ما تخدمش عليها ما تقول لها راني ندير ما عليك ندير جورنال تاعي ندير المؤتمرات تاعي ندير البروغرام تاعي ويستشيروا الرؤساء ويستشيروا الوزراء ويبنيوا عليه السياسات العلماء هذا شيء يحدث في الجزائر. ماذا بيه هذا في الجزائر؟ المنظمات الجزائرية لعلم الاجتماع يكون فيها ناس لعلم الاجتماع قامات كبيرة. كي تخدم لي أنا الصامرة الكبرى هذه هنا لعلم الاجتماع قامات كبرى. كي تخدم لي أنا في الجورنال تلقى لي جورنال نظيف. ما فيهش مبادرة الخير الأخلاقية وما فيهش منا وما فيهش منا وما فيهش منا وما فيهش نظيف. يمد لي علم. كي يدير مؤتمر يدير مؤتمر. كي نسحق أنا إكسبير في علم الاجتماع. سحقيت أنا إكسبير. دي فوا نسحق لي إكسبير. ثم الجزائريين تحت الاستفتاء يعطيني تسجيل فلاني يشوفني مثلا يتصلوا بك من هيئات دولية في الجزائر رائع جدا يقول لك اعطيني تسجيل موضوع فلاني موضوع محدد يقول لك مثلا ازمه المال اعطيني تسجيل اش ما عرفوا يديروا كبار ابحاث يعرفوا يعرفوا قضيه الساحه انا كنت بقول لك قضيه الساحه او معناها يعرف التجاوزات القبليه ويعرف العباد ويعرف يعرف تاريخ من بريسوار يعرف الفلسفه يعرف التركيبه الاجتماعيه يعرف الطريقه الفكريه باش من بعد صانع القرار صانع القرار يقدر يدي منك فهمتي ولا انا وشي احنا علماء احنا الناس تاع علم احنا كيرجع اليك جرى القرار غدوه ينزل سالة القرار احنا ساعتين جرى الكاش بكير مثلا في القضيه الفلسطينيه مثلا كنا عندنا معلومات عامه كيف كيما تاع الشارع باش يعرف تاريخ نصيت ولا حاجه واحده انجليزيه ونصف انجليزيه ثم انجليزيه النشر فيسبوك وما تنشر فيسبوك باش انت كاين ناس معين ما كاينش معايا كيف انا نصف كيف انا كاع كيف انا نصف فيسبوك اكون ما تقراش انت مش تنشر انت كيف تقرا هاك ما تعرفوش حتى الجورنو صح انت انا واحد معناها لكن تعرف بالجورنو هذا تاع علم الاجتماع تشوف تقرايهم تجبد لنا على ما عندي مع الابحاث هذا شرط الميكروفون ديريها من ديريها علاش انا ما نصحناش ديري دورش الميكروفون من كيدير راسك من بعد من ومن بعد كي تحضري هو قال فلان في المقال الفلاني تحضري الطريق اللي تعرف يسمع على شوف هو الاخبار في العالم اللي في الدومين ديال الميكرو دومين تاعك وانت في السوسيولوجي كبيره السوسيولوجيا في تبدا صحه كما قلت لك في عهد الكوفيد تروح تحضر على الفيسبوك كي تقرا انت كيما حاب كيما حاب يعني تجي اسكو تاخذ الطونش في الفيسبوك باش انت اصلا ما قريتيش لازم تقرا و لي زاتيك تاعك تكتب دير ريفيرونس بس كونفيوز باش تخدم كيف وكيما تحب تقطع فكر الناس تعرف هذا مهم تخدم كيف الاستاج تاعك يا اخي مكتوب شكون هو المقال الفلاني كيفاش بدات المقال تاع الفلاني كورسبوندينغ اوتر تكتب له استاذ طبعا فين الاستاذ جاز الاستاذ يعني تدي اسمع تمشيو في الطريقه ديال العشوائيه فهمتي ولا لا اللي تعلق لك باش ما نقولكش عليك لازم تمشي بطريقه علميه بطريقه اخلاقيه يا اخويا كي تقرا تاهو عندك كورس مودي كونتر لقيتي شو ما خدمت عليه انت عارف يا ربي زارتي لقيتي ما خدمت بحال صدقوني صدقوني راكم راح تفاجئوا اليوم يردوا لكم وتعالى ما يردوا لكمش وصلت لنا كنا قلت وصلت لنا تلقى هذاك عالم كبير ويبدا تشوف كيف تصدر كيما يردوا لكمش ممكن مش معناها يرد واحد جوج ثلاثه بس تشوف كيف تصدر بطريقة على لقاء بطريقة بروفيسيونيل استعمل الايميل بروفيسيونيل تاعك حطوا ملخص على الموضوع تاعك
فكره واش حد يدير عنده بعض الهوج ليه هو يكمل وين بدا تخدم وجهي كل واحد يخدم دير له بروبوزي له بلان دو طرافاي بروبوزي له شحال يدير قول له بلي راني عندي الفينونسمون حاجه مهمه شفت نعمل قول له اني نقدر مثلا عندي الجامعه كاع تعطيني نصيب تكون ماشي خير الكل يخدم حاجه واحده ما عندهم ما عندهمش يخدم تكون تما قضيه دراهم فهمتي ولا انا عندي تقول عندي الفينونسمون والموضوع تاعي كيما الموضوع تاعو وكذا 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 وتشرح له يعرف بلي راك انسان منظم في دماغك اللي عندك حق طرافاي ولا كان تبدا ديبليكاسيون قبل مدهم له وتبين له كيف قاعد الانجلي وتبين له براك راك انسان متفتح مش حتجي دير له مشاكل في البروتوكول الامور هذه تساعد شو يستقبل كي يستقبل كي دير مع بابي كي دير مع بابي تولي انت معروف كي تولي انت معروف يزيد تولي دير وتولي انت ندير استاذ تجي على التليفون دقيقه استاذ عندك يا استاذ ها عندك 191 مجله استاذ ونبدأ بوحده دكتور راس تاعك اللي تحبس عربي ساينس في عربي ساينس الفيلوسوفي في الار هاي وشكون شكون اللي ما درس شكون راس تاعك كامبريدج بس شكون لا استاذ هذا في الار هو كيف في سفر الله لا لا يا هذا في الار ما شوف يا استاذ عندك 191 واحد 191 في الفلسفه اولها هاو ارابيك ساينس الفلسفي شوف هذه جامعه كامبريدج نديرها دار النشر جامعه كامبريدج هذا عظيم احسن جامعه في العالم هي دار النشر تخرج جورنال تدرس فيه فقط الفلسفه العربيه المغوط وبداو يخيفوا الفلسفه بالك من البلاد من الفلسفه الكبيره حتى الفلسفه القديمه حتى الفلسفه المعاصره فقط انت كتب العربي وعندك عندك لافونتاج استاذ اللي عندك اكسيد المراجع العربيه هو انجليزي انجليزي وقاعد يقرا في الفلسفه العربيه يترجم النصوص الفلسفيه العربيه ويقراها ويكتب مقال باللغه العربيه ويعدي كيما ما تعديش انت عندك النصوص الفلسفيه باللغة الام نظرتك الفلسفية وانت عايش في مجتمع عربي تعرف انت النظرة الفلسفية العربية أكثر منه زين واش ناخذ واحدة عندك ضيعتك من وقتها ها ايش في الفيلوسوفي يعود يخدم على فلسفة آسيا أوغستين ستادي ها ويخدم على سانت أوغستان سانت أوغستان وحده عنده جورنال استاذ تكتب ها سان اوغستان هو هذا حبيبي سبحان الله انت كنت تكتب له بركه قال له تكتب له قال له تكتب له يقول لك بلاك انت اصلا بعد ما تكتب اسمع دي سان اوغستان سان اوغستان الجزائر تاع سان اوغستان يعني خدم الله سان اوغستان او من بين اعظم الفلاسفه في العالم هو اللي خدم الله نصف على نفس سانت أوغستان ما له في المسيحية أكثر من عيسى تحمل مش عيسى تحمل على مبدأ التأثير تاع سانت أوغستان على الدين المسيحي وعلى اللاهوت المسيحي أكثر لا أكثر سانت أوغستان كان هنا تسمع شكون يعرف سانت أوغستان كان يحارب كان يحارب الوثنيين هنا في جالما في الخرجة تاع جوردون كان في الخرجة تاع جوردون شكون فيك من جالما شكون في الخلفة تاع جوردون كاين واحد تقعدوا راح يلزموا في جوردون كاين واحد لافيرم اون فاس كاين واحد لافيرم اون فاس هذيك لافيرم كانت سانت اوغستان من بعد كان يجي جا تما دار حرب كونتر واحد القبائل الوطنية تخبات لتم وحرقها البلاصة هذيك وكان عنيف حتى هو وكان متطرف في الفلسفة ديالو صافي مش نقول انت من الجزائر تبنوا سانت اوغستان وتبنوا تكنولوجيا ويجي واحد يقول لي ما كانش ودق تبع نتايا في السيف هذوك واحد يدير لك واحد يعطيه شهاده واحد يخلي هذا واحد انت ولا لا واحد يعاني في الدوبيه واحد يعاني صاحبه وانت تخلي هذا انت والله العظيم مثلا ما تشوف كيشوف الجزائر مسات تبغي تستعمل من مدينه قال ما ولا عندها يعني ديريكت هو ديزا زين هذه معليش استراليا تشوف فيلوسوفي ها
هاو بيولوجي من بيولوجي شفتي هاش هذه الهضره اللي تفكرني فيها انا ما عرفتش شوف استاذ احنا وعدنا الدروس فين كاين جورنال كامل واش يقول يحكي على الشيء اللي يحكي به الاساتذه لي تيك بيولوجي احنا عندنا كشف تاع البيولوجي كاين جورنال كامل يحكي على البيولوجي تم في يعني ها هو بريتش جورنال فور ذا هيستوري اوف فيلوسوفي تاريخ الفلسفه يعني كل الفلسفه تكتب له تاريخ الفلسفه العربيه تاريخ الفلسفه الجزائريه يعني عادي هو نورمال عادي بريتش جورنال اوف ذا فيلوسوفي اوف ساينس جورنال كامل على فلسفه العلوم جورنال كامل جورنال كامل مش عادي مش مقال مش كتاب جورنال يصدر دوريا في الاب على فلسفه العلوم بالتالي يا جماعه باش ما نطولش عليكم ان شاء الله ان شاء الله كي نرجع ان شاء الله نرجع كيف اولادي نخلي اولادي يروحوا لهاد الناس شوف نحكي فيها بصح بصح عاود درنا لك اجب الاستاذه شوفي او حوايجي تقلق عاود درنا لك ما شافش ما شافش علاه ما شافش هذا دخل في لا فورماسيون ما تجيبش تبين لكم محاضره ما تشجعوش الاستاذ ان قاعد يدير محاضره وسيد يدير محاضره وسيد يدير محاضره كل يدير محاضره قلت لك ما تجيبوش مهتمين حبيت تبقى شوف نسوي الحوايج اللي عندنا كل غدوة تخرج راح تكون في منافسة سيرتو تنتقل على الأولمبيك الإنسانية ماهوش تقني سهلة تجيب سكوبيل تاع التركريتا باسكو هما مش واعيين وقاعدين فيهم شكون هو اللي فيك جاوب ما عند حتى أنا تدي 10 شخصين إذا تقطع تقطع تروح أنت تقول أنا في لجنة التوظيف يجيني بعد أنا اللي فعلا تدخلوا عندي ديجا كي تشوف عندك في السيفات نعطيك نقطة مليحة بغض النظر على النقطة راح تجيبها عندك عندك في الطاولة في البيع نعطيك نقطة مليحة إذا لكن حبيت تضفوا مع المنافسة الشرسة فكروا الدكتور قرأوا أغلين قرأوا الحاجة استمتعوا بأحلى أيام حياتكم أيام الدكتورية ربما تكون فيها مشاكل وسيلة أحلى أيام الحياة بارك الله فيكم أستاذ سمعونا طولنا عليكم صح هاي أتمنى لكم أن تنسل عن النقاط أتمنى لكم أن تفهمين بارك الله فيك هاي وفي الأخير إذا كان كملنا في الـ LDD نروحوا المناقشة عامة هنا كما تشوفوا من 8 ونص حنا هنايا راح نكملوا مع الكلية الأخرى في حدود ربع ربع ونص إذا نطلب من الطلبة الالتزام تقديم يعني ملخص على العمل اللي قدموه حول الموضوع المحدد بطبيعة الحال أعطينا لكم ديتاهم دوريونتاسيون في الاول سجلناها في المراسله هي كانت قلنا لك استئناس يعني ما تكونش فورسيمون بمعنى تجري ولكن في هذا السياق اللي حكينا فيه المحاور دونك في الاخلاقيات لان الموضوع هو الاخلاقيات هو مستقبل الانسان معنى ذلك المجال مفتوح لكل تخصص احنا علاش حبينا نضيفوا شويه التخصصات حتى نستفيدوا من بعضنا البعض لانه احنا كاسس الفلسفه نؤمن بانه ما كانش واحد يملك المعرفه يعني راح نستفيدوا من تاع الاقتصاد ومن تاع اللغات ومن تاع الكوميونيكاسيون وفي المساء نستفيدوا من الفروع التكنولوجيه وفي مجال الرياضيات والاركتكتور باش نبينوا بلي الفلسفه ماهيش مجرد كلام كيقولوا ام العلوم فكل العلوم لا
نشأت في أحضان الفلسفة، استقلت عن الفلسفة طبعا، ولكن عاد الحوار من جديد في عصرنا هذا بين الفلسفة والعلم، تجسد في تخصص معروف وهو لافيلوزوفي دي سيونس أو فلسفة العلم. إذا بما نبدا الشكل اللي جاهز بعد تفضل أو الداتا شو الميكرو تاعو دي لا بريزونطاسيون بالداتا شو اللي يحب يقرا مباشرة، لكن التزموا لنا بالوقت مش الدقائق لكل بحث. شكرا. تناوله لموضوع
الشيء هو احترام الكرامة الإنسانية. الإعلامي مطالب بالامتناع عن نشر أي معلومات من شأنها أن تحط من قدر الإنسان أو تنقص من اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته. ثالث شيء النزاهة والاستقلالية. الاستقلالية عبارة عن معيار أخلاقي من أخلاق المهنة متعلق بالسلوك الفردي، وعليه استقلالية المهنة ونزاهة الإعلامي في جمع الأنباء والمعلومات والآراء ومن مصادر مختلفة، أي أن الصحفي هنا لا يتقيد بمصدر واحد وأن يتقيد بالنزاهة في طرحه للموضوع واستقلاليته في جلب المواضيع من مصادر مختلفة. أما بالنسبة للمسؤولية فإن الغرض من نشر الأخبار والآراء المتنورة هو خدمة المصلحة العامة، وهو ما يفرض على الإعلامي تحمل مسؤولية مدى دقة وصدق ما ينشر من رسائله، لأنه الصحفي هو مسؤول تجاه المجتمع، حيث تقديمه لمعلوماته فهو مسؤول تجاه المجتمع وأفراده ككل. أما العدالة وهي تقتضي توخي الحكمة في عرض المواد الإعلامية وتجنب الانحياز لثقافة أو فئة بعينها، فالتعامل مع الجميع يكون وفقا لمبدأ أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون وأمام وسائل الإعلام أيضا، فإن الصحفي من شأنه أن يكون موضوعي في طرحه المواضيع. أما من أخلاقيات الإعلام الجديد فاليوم نرى أن الإعلام لم يصبح ذلك الإعلام التقليدي، وقد الآن أصبح إعلاما جديد ضمن عالم الإنترنت، حيث يقصد بأخلاقيات المهنة في الإعلام الجديد هو أخلاقيات الصحفي في تعامله مع مادته الإعلامية على الإنترنت، سواء أكانت من أجل نشرها في موقع مؤسسته الإعلامية أي موقعه المهني، أو من أجل نشرها على صفحته على الفيسبوك أو حسابه على تويتر أو الإنستغرام أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. أما فيما يخص البيئة الإعلامية الجديدة التي أتاحت الإنترنت وخصوصيتها، نجد بأن تواجه مجموعة من التحديات المهنية والأخلاقية، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من الآراء المتباينة حول ضرورة تواجد منظومة أخلاقية للعمل الإعلامي ضمن بيئة جديدة، ويمكن إبراز هذه الآراء في تصور لفريقين. هناك فريقين متناول موضوع الإعلام الجديد. هناك فريق يرى أن البيئة الإعلامية الإلكترونية بحاجة لصياغة منظومة جديدة من الحقوق والواجبات الأخلاقية لمساعدة الإعلاميين أثناء أدائهم لمهنتهم، على أن تتناسب هذه المنظومة مع التحديات التي فرضتها ثورة الاتصال والمعلومات. فالمشكلة من وجهة نظرهم لا تكمن في صلاحية المعايير الأخلاقية المهنية للتطبيق على وسائل الاتصال الجديدة، بقدر ما تكمن في أن ثورة الاتصال قد جعلت معظم المعايير والأخلاقيات الإعلامية التي تطورت خلال القرن العشرين غير صالحة. إذا شكل تلك الثورة مناخاً إعلامياً واتصالياً جديد يحتاج إلى معايير وأخلاقيات جديدة بطبيعة الحال. إلى أن تصور هذا الفريق والمتمثل في صياغة مبادئ ومواثيق أخلاقية للعمل الإعلامي على الإنترنت يواجه مجموعة من الصعوبات المتمثلة في طبيعة البيئة الإلكترونية في حد ذاتها، والتي تتميز بالتطور والتغيير المستمر، إضافة إلى غياب الجهات المعنية بمراقبة مدى التزام بهذه الضوابط الأخلاقية والمهنية، لأنه من الصعب التحكم أو مراقبة كل ما يتم نشره عبر الإنترنت. أما الفريق الثاني فيرى عدم وجود حاجة لسن مواثيق شرف أو وضع ضوابط أخلاقية خاصة بالعمل الإعلامي في البيئة الإعلامية الإلكترونية، بل ويعارض فكرة تطبيق القيم التقليدية على بيئة إلكترونية باعتبار ثراء البيئة يضاهي قيمة المعايير التي يتم تطبيقها في البيئة التقليدية، ويطرحون في ضوء هذه الرؤية عدة مبررات، أهمها صعوبة وضع ضوابط محددة وشبه ثابتة لضبط العمل الإعلامي في بيئة متقلبة ومتجددة. أنهم يرون من الصعوبة أن نضبط أو نضع مواثيق شرف في بيئة تتغير باستمرار وتتجدد باستمرار ولا نستطيع التحكم أو ضبطها. أما من مصادر أخلاقيات المهنة الإعلامية هي السياسة الإعلامية. لا شك أن للسياسة الإعلامية للدولة تأثير على المؤسسات الإعلامية العاملة بها، لأنها تخضع للقوانين التي تنظم العمل الاتصالي والإعلامي بها. باختصار أن كل دولة هي التي تسير فيها الإعلام، أي هنا الإعلام هو إعلام موجه ضمن طبيعة السياسة لتلك الدولة. المؤسسة الإعلامية
والثقة والاعتبار والعدالة. في هذا النموذج تناقش قيم المريض
الطبيب بالنسبة لكل من الرعاية الصحية والمبادئ الأخلاقية بوصفة الطرفين المستقلين. يشترط هنا أن يكون المريض على علم بحالته الصحية علما يعني تاما. اتخاذ القرار نيابة عن مريض عاجز. عدة مرضى ليس لهم الأهلية لأخذ القرار الخاص بهم مثل الأطفال والمرضى المصابين بأمراض عقلية أو عصبية والمرضى في حالة إغماء أو غير وعي كالموت السريري مثلا. إذا لابد أن يكون لهم ممثل شرعي، وقد يكون في هذه الصورة الطبيب أو طرف ثالث الأولياء أو طرف ثالث من العائلة. ومع ذلك فإن تعيين ممثل شرعي كفء واختيار معيار وجيز لأخذ القرار نيابة عن المريض العاجز يثير عدة مشاكل، والطبيب لما تكون له سلطة أبوية على المرضى. نرجع للمثال الأول، الحماية القانونية لحقوق المريض في إطار مبادئ أخلاقيات الطب. تندرج حماية حقوق المريض في إطار حماية حقوق الإنسان ككل، والتي كانت محل نصوص دولية لا سيما في القرن العشرين، وذلك لأن المريض كائن بشري هو الأم قبل كل شيء، فهو بهذه الصفة يملك جميع الحقوق الأساسية المقررة للإنسان، فلا يجب الانتقاص من حقوقه، لأن احترام حياة الفرد وشخصية من الواجبات العامة التي قررتها مدونة أخلاقيات الطب، إلا أنها تحيط بعض الفئات من المرضى بحماية مضاعفة نظرا للوضعية التي تتواجد فيها هذه الفئة. نتطرق لأهم أوجه الحماية التي تقررها قواعد أخلاقية الطب لصالح المريض. أولاً، حماية حقوق فئات معينة من المرضى. فئات معينة التي يليها قانون آداب الطب عناية خاصة يخصها بأحكام متميزة. حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون خطراً، حماية حقوق الأشخاص الموجودين رهن السجن أو الاعتقال، حماية حقوق القصر والمعوقين والعاجزين. ثانياً، الالتزامات التي يقررها قانون آداب أخلاقية الطب على عاتق الطبيب لصالح جميع فئات المرضى. من بين أهم الالتزامات التي يقررها قانون آداب أخلاقية الطب، أولاً، واجب التدخل الشخصي بحرص شديد في إعداد التشخيص، ويقصد به أن الطبيب الذي توجه إليه المريض شخصياً يقدم له العلاج المناسب بإخلاص، مؤسس على المعطيات العلمية المكتسبة. واجب عدم المساس بالسلامة المعنوية للمريض. الطبيب ملزم بالحفاظ على السر الطبي الذي يشمل كل ما يراه الطبيب ويسمعه ويفهمه أو كل ما يؤتمن عليه خلال أدائه لمهامه. ثالثاً، واجب عدم المساس بالسلامة البدنية للمريض إلا لأغراض علاجية. ختاماً لما سبق، نستطيع القول أن أخلاق الرعاية تدل على وجود أهمية أخلاقية في العناصر الرئيسية للعلاقات والتبعيات في حياة الإنسان، كما تسعى من ناحية المعيارية للحفاظ على العلاقات من خلال وضع سياق وتعزيز رفاهية مقدمي الرعاية ومتلقي الرعاية، الطبيب والمريض في مداخلتنا. ونجد أخلاقيات الرعاية في مختلف المجالات، من أهمها مجال الصحة. فنجد المسائل الأخلاقية المتعلقة بالصحة والرعاية الصحية والصحة العامة مواضيع متنوعة، مثل القضايا الأخلاقية المتصلة بالإنجاب والتزامات الدولة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتدابير المناسبة لمكافحة الأمراض المعدية. شكراً على حسن الاتصال. شكراً على الوقت المقدم. Thank you.
علاش غادي نسجلوا على الناس وهذا هو كل اللي طرف الشرطه شنو غادي يكون فاري تريك او ملي سيت بعد كنت تصحيح انا نشوف شوف انا كنت حاضر في الكيس اللي طرا كي عقلت حتى في الانتيتيودي تاع الاعتماد تاع رومبلي بعد باسكو تاع رومبلي عطاني كم لي كوزوفي عند ليوبول ارتو وغلطت في راسي كثر في الاسم ثم قولي يجي وعرفنا بان الايميل ولا حاضر انا في الحساب كل اللي يحب يدير لك تتذكر بس يكون يكون في انتظار انه فارس الجامعة يرسمها وفي عندنا مراسلة لك وطلبة ودارهم اللي يمتلكشون بلزي ما هذو فيها مدفع الموضوع كذا وعزوين مع بس
ثالثا في الفلسفه لديها ثلاث مفاهيم اساسيه، ان مبحث القيم الذي يهتم بوجود الانسان وطبيعته، مبحث المعرفه الذي يهتم بالبحث في اصل المعرفه وماهيتها، مبحث القيم الذي يهتم بدراسه قيمه الخير الشرط والجمال، والاخلاق مندرجه ضمن هذا المبحث. فبالتالي يمكن القول ان القيمه الاخلاقيه الاخلاقيه موجوده مع الفلاسفه اليونانيون امثال سقراط وافلاطون وارسطو. وتأثر التفكير الفلسفي الإسلامي بموقف الفلاسفة اليونانيون من أمثال ابن رشد والفارابي، ثم تواصل البحث في مسألة الأخلاق في القرن في العصر الحديث خاصة في ظل التطورات الحاصلة، فبدأ الحديث عما يعرف بأخلاق النساء في القرن الثامن عشر والتاسع عشر مع مجموعة من المفكرين نجد منهم جون ستيوارت ميل في مقال خضوع المرأة، وطرح الأخلاق النسوية مفهوم أخلاق المينائية. وسوف يتم طرح التساؤل التالي: ما هي أخلاق الرعاية وفقا لمنظور كارل جينيشان؟ بداية بتحديد مفاهيم الدراسة، كانت أولا تعريف أخلاق الرعاية. تقول جينيشان أن أخلاق الرعاية تعكس معرفة تراكمية للعلاقات الإنسانية التي تتطور حول إدارات مركزية بين بأن الذات والآخر مترابطان. ثم تقول ديمونت بوب بأن تلبية حاجات الشخص بواسطة شخص آخر، حيث أن يكون التفاعل وجها لوجه بين الذي يعتني والذي يعتنى به، حيث يمكن القول أننا لا نعيش بمعزل عن الآخرين، بل أن وجودنا كأفراد مرتبط بوجود الآخرين في العديد من الطرق، من خلال تلبية الاحتياجات وكذلك الرغبات، من خلال كذلك الاعتماد المتبادل في العديد من المجالات كالعمل والعلاقات. فمثال على ذلك أننا عندما نكون في موقف صعب سوف يتم طلب المساعدة من الآخرين. كارول جينيشان هي عالمة نفس وناشطة نسوية، ولدت في 28 نوفمبر 1936 في مدينة نيويورك، وهي على قيد الحياة لحد الآن تبلغ من العمر 86 سنة. تحصلت على درجة الماجستير في علم النفس السريري عام 1960، ثم تحصلت على دكتوراه في علم النفس الاجتماعي في جامعة هارفارد سنة 1964، وبدأت بالتدريس في جامعة هارفارد في 1967. ثم عملت كمساعدة عن الباحث لورانج كومبريدج في 1970. من أهم مؤلفاتها كالتالي: أول مؤلف الذي يعتبر أشهر مؤلفاتها هو صوت مختلف، النظرية النفسية وتنمية المرأة في عام 1982، التي قامت بدراسة الأخلاق كنظرية تركز على العلاقات الإنسانية والالتزام بالرعاية اتجاه الآخر. ثاني كتاب هو بين الصوت والصمت، نساء والفتيات، العرف والعلاقات 1965، والذي نقشت فيه الأفكار حول النساء والفتيات من مختلف الأعراق التي يواجهن العديد من التحديات من بينها التهميش. ثالث كتاب هو لماذا تستمر السلطة الأبوية، الصادر في 2018، والتي نقشت فيه العوامل النفسية التي تدعم النظام الأبوي. ثالث كتاب هو الصادر حاليا في 17 جويلية 2023، والذي تم الاعتراف بأن هناك صوت مختلف للأخلاق الرعاية، لكنه ليس صوت نسائي فحسب، بل هو صوت بشري وعالمي يمثل بديلا للصوت الأبوي المسيطر. كاين بعض الرجال هم من كيف الحركة السوداء، دونك الرجال ليسوا كيفي. ظهور مفهوم أخلاق الرعاية. أولا التفكير الأممي لساراري، والذي ناقشت فيه فكرة أن كان ينظر في القديم أن تربية الأطفال هي التربية مشابهة التربية كأنها تربية بيولوجية، يعني كأنها مشابهة لتربية الحيوانات لأطفالها وصغارها. لكن في هذه لكن تفكير ساراري تنظر على أن الأمومة هي قيمة أخلاقية، بحيث أن الأم تقوم برعاية رضيعها ولا صغيرها والاعتناء به. ثم كتاب جينيشان بصوت مختلف، والذي كان هنا تحديدا نقطة الانطلاقة هي حادثة روم، قضية روم ووايت، اللي هي أن فتاة تم اغتصابها وتم هناك حملها بطريقة غير شرعية. ثم ما تم 1973 تم الاعتراف بحق الإسقاط قانونيا. وكذلك كتاب نوي في عام الهناية في عام 1954، وهو مقالات النساء النظرية الأخلاقية والعلم كأخلاق مستندة لإيفان هايدي. وكذلك كتاب العناية أخلاق العناية لفيرجينيا هالت كأول عمل دقيق
والتفاهم والتواصل في اتخاذ قرارات أخلاقية، وهو عكس الاتجاه الكتساء الذي هو التقليدي أبو الآخر. تقول جيليزان في حين أن الأخلاقيات العدالة تنطلق من فرضية المساواة، أي أنه ينبغي معاملة الجميع بنفس الطريقة، فإن أخلاقيات الرعاية ترتكز على فرضية اللاعون حيث لا ينبغي أن يتأذى أحد. بالنسبة إلى نظريتها أو منظورها، كانت نظريتها من خلال ثلاث نظريات تدعم هي تطور النمو الأخلاقي من خلال ثلاثة مستويات أو ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي ما قبل التقليدي، هو التصرف بشكل أناني، أي أنهم لا يدركون العوائق المحتملة على سلوكهم، وهنا كان الانتقال من الأنانية إلى المسؤولية تجاه الآخرين. المستوى الثاني هو المستوى التقليدي، اللي هي التضحية بالناس. في هذه المرحلة تم الاهتمام بالالتزام بالقواعد والممارسات. اتجاه الآخرين. ما بعدين 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 ما بعدين
فوضى بالبداية اللي هي فوضى عارف أنا ولا كنت راح أقول صراحة فلسفة نسوية 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 النسوية هي انتماء نظري وانتسام فكري وهي كذلك حركة سياسية تسعى للتحقيق أصحاب هذه النزعة النزعة أن السكسيوس أن يعد للنسوة باستخصار شأن التحيز الجنسي والبحث عن العدالة الاجتماعية قامت الفلسفة النسوية أو النسوية الحديثة في العهد الثامن من سنة 1900 حينما ازدادت أسباب النساء على الدراسات العليا وخاصة الفلسفة وهن عباد ذلك تطرقن في القضايا الفلسفية على أساس تجاربهن في ضوء خبراتهن وما هداهن إلى ذلك هو وجودهن في الوسط الذي كان يشكل حركة وحركهن في مجال الفلسفة الذي لم يكن له آنذاك من فلسفة نسوية لا من قريب ولا من بعيد. النسوية كمصطلح له إطلاقات شتى في تحديد معناها اختلاف فبعض الكتاب يأتون بها دلالة على حركة سياسية طارت في الولايات المتحدة وأوروبا في زمن معين وبعض منهم يطلقونها على رؤية ترى أن المرأة تتكبد أنواع من الاضطهاد وألوان من الظلم وإن كان هذه الأنواع وهذه الأنواع أيضا مختلف فيها لا شك أن اللغة الإنجليزية هي مصطلح النسوية في النشاط الذي نشطته النسوة وبدأته في القرن التاسع عشر إن النسوية عندما تقرر أن المرأة مرقوصة حقا ومقبوعة ومهمشة فهي تلقى على عاتق نفسها مهمة إنقاذها من هذا القمر التهميش في بيئة تتنوع فيها أشكال التمييز وتتقاطع فكيف تتعامل مع هذا الوضع وتحدد غاياتها التي تسعى إليها التركيز عليها فليس الجنس هو المنفذ الوحيد الذي يتسبب منه التمييز بل هو عدة منافذ أخرى من نحو الطبقة والنسب والجنس والعرق والعلاقة والجنوب الجنسي الحركة النسوية التحررية إن كانت جزء من الجهود الرامية لشرط جميع ألوان السيطرة والسيادة إلا أنها يتحتم أن تخط لنفسها دائرة لا تتعداها من الجدير بالذكر أن السيطرة الأبوية تقاسم العنصر أو العنصري وغيرها من ألوان قمع جذور فكرية وأن الأولى لا تريد من ولتكن الحقيقة هذه الحقيقة مقتبس من الحركة النسوية فكر المعلم منهج النسوية باختصار النسوية تحليلية نسوية 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 النساء النساء الحركة النسوية النسوية نسوية تحليلية النسوية الطاقية النسوية الدرائعية والبراغماتية تقاطع النسويتين القارية والذرائعية تقاطع النسويتين التحليلية والقارية النسوية وتحليل النفس في الشق الآخر البيوتيكا والبيوتيكا هي دراسة المشكلات الناتجة عن تقدم العلم التكنولوجي في مختلف المجالات الاقتصادية والمهنية والبيئية والطبية وهو علم جديد ينتمي إلى مبحث القيم الإكسيولوجية وضع مصطلح البيوتيكا لأول مرة على يد العالم الأمريكي باب موتر سنة 1970 هي علم عنوان استعياري يتعلق بدراسة السلوك الإنساني ويحدد ما ينبغي أن يكون عليه السلوك المشكلات الناتجة عن التقدم في الطب والبيولوجيا أخلاقيات العيادة مثل أخلاق الطبيب وعلاقة الطبيب بالمريض ومواجهة مشكلات الأطباء أمام سرير المرضى في غرف العمليات وهدفها تحقيق صحة المريض والقضاء على آلامه أخلاقيات البحث العلمي كالتجارب والأبحاث على الإنسان واختراع دواء لمرض معين وتوجد لجان أخلاقية تضع قوانين وشروط لإجراء التجارب والأبحاث على الإنسان أخلاقيات السياسة الصحية والسياسة الصحية هي قوانين تضعها الدولة والوزارة والسلطة الطبية لجميع المواطنين دون تمييز والصحة العمومية وتوفير الحماية والرعاية والوقاية ومنظومة العلاج في كل مناطق السكان وتوزيع الموارد الصحية سواء مادية أو بشرية البيوتيكا والدين لقد كانت النشأة الرسمية البيوتيكا سنة 1971 إلى أن تلك البيوتيكي أو
قبل ذلك خلال الستينيات من القرن الماضي، وخاصة بعد الفضائح التي عرفها ميدان الطب والبيولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر هنري ويتشر أعمال أهمها في مقال له يحمل عنوان إبحاث أخلاقية طبية في جريدة اليومية الطبية الهندية الجديدة. وقد مرت علاقة البيوتيقا بالدين بثلاث مراحل أساسية. تمتد المرحلة الأولى من أواخر الستينيات إلى أواسط السبعينيات من القرن العشرين، وفي هذه الفترة بدأ الانحصار على الأخلاق الطبية الكلاسيكية التي كانت تحت هيمنة رجال الدين المسيحي والكاثوليكيين منهم بشكل خاص، وقد كان هؤلاء هم الذين يتكلمون باسم الأخلاق. المرحلة الثانية من أواسط السبعينيات إلى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وتتميز العلاقة بين البيوتيقا والدين في هذه المرحلة بتراجع الخطاب الديني مع مجيء الفلاسفة ورجال القانون بكثافة إلى الميدان البيوتيقي، وتزايد أعداد اللجنة الأخلاقية والبيوتيقية التي تشخص الطابع التعلمي في الخطاب البيوتيقي. المرحلة الثالثة من أواخر الثمانينيات القرن الماضي إلى أيامنا هذه، وتتميز علاقة البيوتيقا بالدين في هذه المراحل بالرجوع إلى القضايا الدينية بقوة، وذلك تحت ضغط الالتهابات الاقتصادية التي أصبحت تشغل بال العاملين في المجال الطبي البيولوجي. الانتقادات النسوية في أخلاق البيولوجيا: تعددت المناهج في أخلاقيات البيولوجيا النسوية، وتعددت الطروحات المقدمة، ولكن كانت هناك بعض النقاط الأساسية مثل التي تم الاتفاق بشأنها مثل الهوية الشخصية والاستقلال الذاتي. فتذهب التحليلات النسوية إلى أن الحكم الأخلاقي في ميدان الطب والبيولوجيا ينفرد من الاستقلال الذاتي للفرد وقدرته على اتخاذ القرار دون النظر إلى السياق العام للفرد، والذي يؤثر بشكل كبير في اختياره، ومن ثم لا يكون فعل الاختيار لديه فرا كما هو متوقع. ولذلك تتوفر ضوابط للتحكم في الأمر، فمثلا على من تريد أن تكون أم بديلة يجب أن يكون ذلك بدون مقابل مادي حتى لا يكون تمريضا. وكذلك العلاقات التي تجمع النساء بالآخرين من المرضى الذين قد يحتاجون إلى الرعاية، ربما تكون هذه العلاقة من اختيارهم. والذي يصلح لكل أخلاقيات التي تصلح لكل زمان.
مكان. طبعا الحكاية الكريمة التي كانت تقول في ذلك وما الآية القرآنية الكريمة التي تقول طبعا ولو كنت فضل غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك من هنا أو حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن يمشي، لذلك نستطيع أن نستنتج من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم أو تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء دعوته إلى الإسلام أخلاقيات هذه المنة. طبعا أخلاقيات المنة من الناحية النظرية فهي تقوم على طرفين مهمين، المعلم والمتعلم. إذن فلابد من الإشارة إلى هناك أخلاقيات تنظر لعملية تنظر لأخلاقيات المعلم ودوره في توجيه المتعلم، وأخلاقيات تتمثل أو توجه أو تنظر لعملية المعلم في ذاته. إذا هناك معلم، علاقة المعلم بالمتعلم، وهناك نظريات حول المعلم في نفسه لأنه يمثل النموذج الذي يقتدي به المتعلم. وبالتالي هناك أمور كثيرة لابد الإشارة إليها في هذا الموضوع، من ناحية سواء من أصغر الأمور لأنه يمثل دائما كما قلنا القدوة، سواء في التعامل، سواء في الكلام أو طريقة الحديث، سواء في طريقة سواء حتى في اللباس، سواء في طريقة التعامل مع أخطاء المتعلم وغير ذلك في أثناء عملية التدريس. لكن في الحقيقة قبل أن أوجه الكلام لزميلتي، الكثير من التنظير في حول الأخلاقيات المبنى سواء في كل مجالات الصحة، في مجالات الطب، في مجالات التعليم، في مجالات التنظير موجود نعم وكثير، لكن الواقع أين هو؟ الواقع نحن الآن نعاني من نستطيع أن نقول انعدام أخلاقيات المبنى. هل ما هي ممكن ما هي؟ ليس طبعا هذا الحكم ليس عام، ولكن في الحقيقة هو موجود. نحن نعاني في الصحة، نعاني في التعليم، نعاني في الصحافة، نعاني. كنت أظن يعني أن هذه المداخلات سوف تفتح لنا مجال النقاش، لم نكن نتوقع أننا سوف نكون نحن أحد المتدخلين. كنت سأسأل سؤال، هذا التنظير موجود نعم، لكن الواقع يعكس عكس ما ننظر له، عكس ما نقرأ عنه، وعكس ما نبحث عنه. ما هي ما هي الحلول لهذه الحلول حتى نجد هذه الأخلاقيات مجسدة حقيقة في واقعنا؟ نحن الآن نعاني، مثلا نتكلم عن الميدان الذي طرحته في هذا النقطة. إذا أين هي أخلاقيات المعلم؟ هل ما زال المعلم محافظا على هذه الشروط التي تتوفر فيه؟ هل يوجد قبول لهذه الشروط؟ هل المجتمع الآن أو هل النشأ الآن يتوفر على أو يحاول أو لديه إمكانية للوصول إلى بهذه الطريقة إلى المعلم بهذه الصورة؟ إذا واقعنا يعكس عكس ما نبحث عنه. إذا نطمح دائما للحصول على حلول لهذه المشاكل. هل يزمنك تواصل مع الكتاب التدريس أو التعليم هو عمل ممارسة فعلية منذ القديم، حيث بدأ بداية بأفلاطون وهو أقدم المعلمين يمكن أن نقول ذلك، حيث نهج العديد من الذين يرون أنهم قائمين على هذه العملية عدة مناهج في ذلك قصد التطوير وتصحيح المآخذ في كل مرة. وبناء على ذلك كان لابد من اتباع مجموعة من المعايير والقواعد والمبادئ، ومن بينها ما نقول عنها أخلاقيات المهنة. إذا أخلاقيات المهنة هي تلك المعايير التي تضبط تصرف الفرد في المجتمع، ومثل تلك الخاصة بالعمل، وهي مجموعة من القواعد والآداب السلوكية والأخلاقية التي يجب أن يتصف بها الشخص محترف في أداء وظيفته وتحمل مسؤوليته تجاه عمله ومجتمعه وتجاه نفسه واحترامه لذاته. إذ تعد أخلاقيات المهنة فئة فرعية من منظومة الأخلاق البشرية الجيدة عامة، ويطلق عليها البعض آداب المهنة،
فهي التي تجعل الموظف متأدبا بالخلق العملي والمهني للوظيفة. فلا تعتمد الوظيفة على إنجاز العمل فقط، بل التخلق بالسلوكيات الحميدة. وتختلف التعريفات المعتمدة أخلاقيات المهنة وتتعدد، ومن بينها هي مجموعة قيم والنظم المحققة للمعايير الإيجابية العليا المطلوبة في أداء الأعمال الوظيفية والتخصصية، وفي أساليب التعامل داخل بيئة العمل ومع المستفيدين، وفي المحافظة على صحة الإنسان وسلامة البيئة. تتمتع أخلاق المهنة بمجموعة من العناصر التي تضبط أهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع، حيث لا يمكن أن تستقيم بدون أخلاق ولا العمل كذلك. فالعمل لا يستقيم ولا يثمر الثمرة المرجوة منه بدون أخلاق تحكم مساره، ذلك أن العمل المهني يحتاج إلى رباط وثيق مع الأخلاق ليكون له انعكاس إيجابي على مسيرته، ليؤدي إلى قطاف حدود الثمرة المرجوة منه في كافة مجالات التي يتعامل بها كافة الأفراد. لذا فإن أداء العمل الممكن للمرأة مع التحلي بكل ما للمهنة من قيم وأخلاق ومثل عليا يحقق كسب المرأة رضا الله تعالى وثوابه، حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. كما يساعد الفرد على اكتساب قوة الإرادة وسلوك الطريق الطويل والاهتداء بهذه الأخلاق في الحياة العملية، مما ينعكس بطبيعة الحال على إنجاز الأعمال وزيادة الإنتاج، حيث نتيجة تمسكه بالقيم العليا والأمانة والصدق وتحمل المسؤولية، كما أنه يكون خير وسيلة للقضاء على مشكلة ازدياد الجرائم والانحرافات. أما العامل فقد ازدادت حاجته إلى خلق الرحمة من قبل صاحب العمل والإحسان والرعاية، خصوصاً بعد أن استغنى صاحب العمل عن الأيدي في بعض المهن والوظائف باتباع نظام الميكنة والآلة مع دخول الآليات الخطرة والمعقدة. لذلك لم يعد هناك مكان لمتكاسل أو متقاعس، هذا بالنسبة للأعمال التقنية. فهي أمور تطبيقية، ماهيش كما كنت تسألي هل مثلا ما زال الأخلاق هذا في جانب الأخلاق. الأخلاقيات هي سيدي تكست مثلا يكونوا أخلاقيات رؤية حسابية، رؤية حسابية جديدة، أخلاقية تطبيقية، أخلاقية تطبيقية. نجي مثلا تكلم عن الإجهاض، المستشفى هذه المنظومة الصحية في الجزائر هل تبيح هذه الممارسة ولا لا؟ يعني الطبيب غدوة إذا كان مارس هذا العمل إجهاض المرأة يعني فهو خارج عن أخلاقيات المهنة ويتعرض إلى عقوبات. الأخلاق شيء آخر تماما، علاقته بالمريض كما كنت تقولي ضميره على المريض الأخلاق هذه. أما في الإيتيك سي الأخلاقيات يعني جانب التطبيق، وبالتالي الأخلاق تحولت إلى تعليمات ونصوص، انتقلنا من الأخلاق إلى الأخلاقيات، بالتالي في الأخلاقيات ما فيهاش جانب تاع الضمير، وهذا هو الفرق. وبالتالي أنتم تقريبا حكيتوا على أخلاق وليس على أخلاقيات. مازال شكون ما قدمش ولا؟ درك ما كانش نمطيب يعني كتبوا لحنا نعم كانش انضاء ولا
تحول رفض ظهور الاطار السلبيه للاعتراض
جعل هذا الفكر الانتصار على النظرة البراغماتية وإحياء نظرة أخلاقية ترفض استغلال الطبيعة، مطالبا بتجاوز فكرة الإنسان وهو الكائن الأخلاقي الوحيد الذي يتمتع بالحقوق وتوسيع دائرة الأخلاق تشمل الكائنات الحية الأخرى، وهو ما تجسد بالفعل في ظهور أولا أخلاق الأرض لألبوم نيوبولت. يعد العالم الأمريكي ألبوم نيوبولت في نظر الكثير من الباحثين من الأوائل الذين أسسوا الحركة البيئية، فأخلاق الأرض ببساطة هي توسيع دائرة الكائن البيئي يشمل التراب والماء والنبات والحيوان. كذلك توصل أيضا إلى إلزام الإنسان بضرورة احترام جميع أعضاء في البيئة. كما قام نيوبولت بتطبيق بعض المفاهيم الأخلاقية التي تهدف في مفهومها الواسع إلى تجسيد النظريات الأخلاقية والفلسفية في الواقع العملي، نظرا لزيادة الأنشطة التجريبية على الكائنات دون رحمة والتطور السريع والتزايد التكنولوجيا من منطلق تأسيس قيم جديدة في التعامل مع البيئة. ثانيا الإيكولوجيا العميقة للنرويجي ألفيناس، وهي حركة بيئية للنرويجي ألفيناس، وهي حركة بيئية ميزت بين نوعين من التيارات الفكرية الإيكولوجية، الإيكولوجية الضخمة والإيكولوجيا العميقة. وقد وضح أرني الفرق الموجود بين الضخمة والعميقة، حيث يحاول الإيكولوجيا الضخمة التغلب على المشكلات البيئية كمكافحة التلوث واستنزاف المواد الطبيعية باستخدام التكنولوجيا والزراعات النامية، بينما تعتبر الثانية أعمق وأوسع، حيث تبحث في الحياة في مختلف أشكالها، محاولة فهم المشكلات البيئية ومدى ارتباطها بالقيم والأفكار والأهداف التي توجه البشر في نشاطهم، ودور أسلوب الحياة ومجمل الشروط الحضارية في إعداد المشكلة، وذلك بطرح أسئلة أعمق حول طبيعة المشكلات البيئية. تقوم الإيكولوجيا العميقة على مبدأ المساواة الحيوية، والذي يعتبر جميع الكائنات الحية الموجودة على النطاق الحيوي الحق في العيش والازدهار بالتساوي مع البشر. فالإنسان ليس فوق الطبيعة أو خارج جوها، بل هو جزء منها، لأن جذور الأزمة البيئية حسب الإيكولوجيين ناتجة عن تناقض البشر باعتبارهم مقياس كل قيمة، مما جعلهم ينظرون لهذه الكائنات بأنظار نظرة دونية قائمة على التفاوت والتراكم. لقد كان هدف الاصطناعي سبب التأسيس للإيكولوجيا العميقة زيادة وعي الإنسان بالمخاطر التي يتسبب بها لبيئته وجعله يتساءل حول ما إذا كانت علاقته بالطبيعة بدرجة تثيرها تثيرها أو تثقلها فيختار الأحسن للمجتمع على الطبيعة. ثالثا مبدأ المسؤولية لهانس يوناس. دعا هانس يوناس إلى مبدأ المسؤولية الذي يدعو إلى اعتراف الإنسان بالطبيعة كونها جزءا من حياته أو واجب سلوك بشري جماعي في الحضارات، حيث يقول إن الطبيعة هي موضوع للمسؤولية الإنسانية، إنها على وجه التحديد المسألة الراهنة التي ينبغي على النظرية الأخلاقية أن تفكر فيها. كما وسع هانس التصور الإيثيقي وجعله بلا حدود يتعدى الإنسانية ويحترم كل الكائنات وعدم التفكير في أضرار الإضرار بالكائنات. فقد أضفى لمفهوم المسؤولية مفهوما أنطولوجي يتجاوز البعد العقلي ليشمل الطبيعة وما فيها والمعنى كانت في سفر إيكولوجيا مع الحركات مشكورة هاي خاتي ليه يكون في شكل مرقب. في الأخير نستطيع القول إن إشكالية البيئة هي أهم إشكالية فلسفية معينة، وهذا مجال النظر نظرية الإيكولوجية التي أتى بها الفلاسفة على أساس مشاريعهم تنادي بمقاربات إيكولوجية أخلاقية تجاوزت الطرح التقليدي الكلاسيكي، حيث حملت أفكار وقيم وأساليب حياة وممارسات بشرية راقية توازن بين التطور واحترام الطبيعة. ويمكننا في بناء هذا النموذج النماذج الجدية الرجوع إلى الشريعة الإسلامية التي كانت سبقة في عرض شعار التربية البيئية لكل عناصر الطبيعة حقوقها المعينة وضع تحت بيت النظر الإيكولوجي، كما جعلت الحفاظ على البيئة واجب مقدس من واجبات الإنسان. شكرا لك يا سيدي.